خلينا نفهم ايه الموضوع من دكتوره هدير زاهر استشاريه التغذيه. يا دكتور هدير صباح الورد. صباح النور. ايه العلاقه بين السمنه وفيروس كورونا؟ الجمعيه امبارح حذرت وقالت لكل مرضى السمنه قللوا وزنكم 15 كيلو تقريبا. الاول يا رب يعني يحفظ مصر يا رب. ويحفظ الشعب كله. هي المشكله في السمنه ان السمنه بتاثر على الجهاز المناعي بتاعنا عن طريق ان هي بتقلل انتاج كريات الدم البيضاء المسؤوله عن مواجهه الفيروسات والبكتيريا اللي موجوده في حياتنا عموما يعني. تمام. فده بيخلينا كمان المرضى السمنه يعني معرضين اكتر للفيروسات والالتهابات. جهاز المناعه يعتبر عطلان من الاخر يعني. فطبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها دي الفيروس منتشر انتشار زي ما حضرتك شايف طبعا. انتشار كبير جدا لدرجه ان احنا اكتشفنا ان نسبه من 10 ل 15% من المصابين بيعانوا من السمنه. ده غير ان دولت ما لهمش علاقه كمان بكبار السن. فيعني طب خلينا نقول يا دكتور هدير عشان اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، هو السمنه توصف من وزنهم قد ايه تقريبا؟ احنا طبعا المفروض ان في عمليه حسابيه بتتعمل بنعرف منها كتله الجسم بتاعتنا. فاحنا العمليه ديت اللي هي الوزن على مربع الطول بالمتر. في حالة ان احنا الرقم اللي عندنا ما بين 25 ل 29 احنا كده عندنا زيادة في الوزن، بس كده احنا معرضين للسمنة. طبعا لو طلعنا من بره الريت ديت احنا كده بقينا داخلين في مرض السمنة، اللي هو اصلا معناه ان احنا بقينا معرضين لامراض كتير قوي اللي هو الاصل فيها السمنة. زي مرض طب خليني يا دكتور هدير عشان يعني معلش اعذري ما فهمتش قوي، يعني من وزن كام مثلا يعتبر مريض سمنه؟ ان خلي بال حضرتك الخبر ما الجمعيه بتقول ان هو يقلل 15 كيلو واللي بيتعامل مع طبيب يستمر مع طبيب، بس في كتير من اهالينا بيتفرجوا علينا دلوقتي هو ما بيتعاملش مع طبيب وعارف انه تخين شويه بس هو مش قادر يفسر ده سمنه ولا لا. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان احنا بنعمل العمليه الحسابيه دي عشان اعرف كتله الجسم طالعه عندي كام. طب ندي مثل، انا مثلا طولي 160، هنتكلم على السيدات مثلا طولي 160 يبقى وزني كام عندي سمنه؟ لو قلنا مثلا الوزن ما بين 55 ل 60 ده الطبيعي. ماشي. لو عيلينا عن ال 70 كده احنا بدانا ندخل في وزن زايد وهنبتدي ندخل في خط السمنه. طبعًا. لما بنيجي نعمل العمليه الحسابيه ديت لو طلع الرقم الرينج بتاعي بره ال 29 بقى اكتر من 29 التوتال اللي طلع لي في الاخر يبقى انا كده عديت مرحله زياده الوزن ودخلت في مرض السمنه. يعني الفرق ما بين الطول والوزن لو زاد عن 29 كده انا في السمنه. بالظبط كده، بالظبط كده. هاي طب انا بلمح برضو الخبر كده، لمحت ان هو ادويه السمنه ما بتتوقفش، هو في ادويه للسمنه بتتاخد؟ ده لو انا متابعه مع دكتور لازم. في احيانا ببقى محتاجه ادويه تعلي شويه معايا مستوى الحرق اللي موجود في الجسم. تمام. اما لو بيتعامل مع طبيب جراحه فممكن يكون عامل عمليه وبيضطر ان هو ياخد فيتامينز وكده علشان تساعد ان هو يحافظ على الوزن اللي هو وصل له بعد العمليه. يعني ادويه السمنه المقصوده هنا من رساله الجمعيه هي الادويه اللي بتساعد على حرق الدهون اكتر، مش الادويه الامراض السمنه المصاحبه، يعني جاله سكر لا قدر الله او جاله مثلا انسداد شرايين، مش ده، في ادويه للسمنه تحديدا. طبعا في ادويه للسمنه بس طبعا تحت اشراف الطبيب، لان لو استخدمت بره الاشراف بتاع الاطباء ممكن تؤدي لامراض تانية احنا في غنى عنها. طيب حاله الذعر اللي عندنا كلنا مخلينا لو حد سمع خبر زي ده خلاص مش هياكل تاني، انا مريض سمنه وممكن ابقى معرض اكتر للكورونا فما اكلش خالص، هو ده الصح؟ لا طبعا. عدم الاكل تماما ده معناه ان انا وقفت جهاز الحرق، ده معناه ان انا هدخل في سمنه مفرطه اكتر. احنا طبعا احنا لينا نظام غذائي معين. في كذا نظام، لو اتبعنا نظام غذائي صح واكلنا الاكل الصحي ولعبنا رياضه ماشي، مش ممكن ما نضطرش ان احنا نطلع بره البيت. ممكن نلعب رياضه. العب رياضه فين يا دكتور؟ عادي. انت لو لعبنا في البيت رياضة عادي ايه المشكلة؟ مش عايزة حتى اجهزة، احنا لو لعبنا ايروبكس او زومبا او اي حاجة من الالعاب دي مش محتاجة ان انا اطلع بيت من بره البيت. الاكل يعني بمواعيد منتظمة حضرتك بتقصدي هنا ان انا اكل بمواعيد منتظمة للوجبات؟ مواعيد منتظمة. الكمية بتاعت الوجبة بتاعتي لو انا شايف ان الكمية كبيرة اقسمها، اقسم وجبتي على وجبتين. انا كل ما زودت عدد المرات اللي باكل فيها في اليوم كل ما عليت الحرق بتاعي.
لا هي زايده كده كده، ما تقلقيش يا دكتور، في 12 13 وجبه في اليوم. احنا قاعدين في البيت ورانا حاجه غير الاكل، ما تقلقيش من دي. كل الشكر ليه الدكتوره هدير زاهر، استشاريه التغذيه، دايما بتنور لنا كده حياتنا، اخبارها ايه، لان طبعا خبر مش مقلق، ولكن نصيحه لكل مرضى السمنه عشان يعني ما يزيدش الاصابه بفيروس كورونا، ويحاولوا يقلوا على قد ما يقدروا. ويمكن الدكتور وضحت لنا طولك، شوف هو قد ايه مع وزنك، لو زاد عن الرقم الفرق اللي هيطلع عن 29 يبقى كده في مرض للسمنه. يفضل طبعا المتابعه مع دكتور، لو مش قادر تنزل لدكتور دلوقتي يبقى تنظم اسلوب حياتك ووجباتك ومواعيد وحجمها وحجم الوجبه قد ايه، بالاضافه طبعا لازم نلعب رياضه.